الفرق بين الفدية والكفارة يكون أولاً من حيث الوجوب، فسبب وجوب الفدية أن إفطار المسلم في رمضان وعدم قضاء ما عليه بعد رمضان حتى رمضان الذي يليه يوجب عليه القضاء والفدية باتفاق الجمهور، ومقدار الفدية اللازمة عن كل يوم أفطره هي إطعام مسكين. أما كفارة الصيام فهي تجب على من تعمد الجماع في نهار رمضان سواء حدث إنزال أثناء الجماع أم لم يحدث، ومما يوجب كفارة الصيام أيضا الأكل أو الشرب تعمدا في نهار رمضان. الفرق الثاني بين الفدية والكفارة يكون من حيث المقدار، فمقدار فدية الصيام يبلغ مدا عن كل يوم أفطره المسلم، ويقدر المد بالمقاييس العصرية ب 600 غرام من القمح أو الأرز عن كل يوم أفطر فيه. وأما مقدار كفارة الصيام فهي كالتالي: كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا، ويبلغ مقدار الإطعام نصف صاع من التمر أو الأرز أو مثلها من قوت أهل البلد.